هذه لا فيزيت ديال سامورا السنغالية ديال الفيفا، جات للسعيدية. فاطمة سامور كاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم. تحية للناس ديال السعيدية وبركان وجدة. صراحة صعب علينا. الهتيفيش ولو عنده ولا عنده دي بوست بوليتيك. خط بوش جديد ولا المشرف العام على المراكز الطبية التابعة للجامعة الملكية. أوه سامورا على وجهه